فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الإمام أو الخطيب الذي في مسجدنا في بعض الخطب لا يدعو في آخر الخطبة، ولما سألته قال إن هذا ليس بشرط، وحتى في رمضان في الوتر فإنه بعض الأحيان لا يقنط، فما الحكم في ذلك؟ هذا كسول، هذا كسول. والدعاء في آخر الخطبة مشروع، والدعاء في القنوت مشروع، والناس بحاجة إلى الدعاء، فلا يحرم المصلين من الدعاء سبب أنه كسول وأنه يدعو الله لنفسه وللمسلمين، ولا يحرم المصلين قلبه. نعم.